مظبوط. يمكن كده احنا خلصنا كلامنا على منتخب مصر. طب نخش بقى على النادي الاهلي. على النادي الاهلي بقى حاجه فرحنا بحاجه. خلينا ندخل بقى طبعا على احدث الصفقات طبعا. وسام ابو علي نتكلم النهارده. يمكن الصفقه اللي منتظره طبعا لجماهير النادي الاهلي لو بصينا على البروفايل الخاص بوسام ابو علي، طبعا هو مركزه طبعا مهاجم بيحمل الجنسيتين، جنسيه فلسطينيه وجنسيه دنماركيه. طبعا بنرحب بيه طبعا في بلده الثاني مصر. طبعا كان بيلعب في نادي سيريوس سويدي. عمره طبعا 25 سنه. الطول 107 متر و87 سنتي. طبعا بنتكلم على الناحيه الجسمانيه طبعا مفيده جدا كمهاجم. بيلعب طبعا بقدمه اليمنى. لو بصينا برضو على بقيه ارقامه خلال مع نادي سيريوس، هنلاقي ان هو مثلا لعب الموسم الحالي 16 مباراه، احرز 10 اهداف وصنع هدف. طبعا ما بيهمنيش صناعه الاهداف لان انا بركز دايما ان هو كمهاجم سترايكر فبركز على احراز الاهداف. خلال اجمالي مشواره لعب 176 مباراه، احرز 73 هدف وصنع 13 هدف. ده بالنسبه لارقامه مع نادي سيريوس. لو بصينا برضو يا ريت نستعرض الفيديوهات الخاصه بيه عشان نقدر نقيم هل هو مهاجم بوكس فقط، هل بيتحرك خارج ال 18، طريقه احرازه الاهداف، هل بيعتمد على المراوغات، هل بيعتمد على التصويبات. هنتفرج دلوقتي على مجموعه من اهدافه مع نادي سيريوس. طبعا هنلاحظ هنا انه بيعمل السبرنت بتاعه من نص الملعب. فلو جينا بصينا برضه على السرعات، السرعات موجوده عنده. عنده سرعات طبعا، يعني واضح ان عنده سرعات وعنده هدوء في الفينش كمان. بالظبط. ايوه. وطبعا اللي يهم النادي الاهلي طبعا الفينش، لان احنا بيجي لنا فرص كتير جدا. كتير الحقيقه. فاهم حاجه انهاء الهجمه. برضه دي تاني برضه احد اهدافه، ابتدي يتحرك خارج ال 18 وبيصوب يعني من اقل فرصه بقدر الامكان بيقدر ان هو يحرز. هو كمان في الحته دي فتح زاويه شويه للتمريره، يعني خد زاويه عشان يقدر يسدد بيها يعني. ده الهدف الثالث. ده الهدف الثالث ليه. هنا برضو الكرة متطرفة خالص، بيعدي واحد على واحد وبيبتدي يصوب برجله الشمال. هنا برضو على الرغم ان هو اصلا بيلعب برجله اليمين، فبنتكلم النهارده على لعيب او مهاجم متنوع، مش مجرد ان هو لعيب عشان طوله 1.87 متر فانا معتمد على العرضيات فقط. لا، هو عنده القدرة واختلاف في تحقيق الاهداف. هنا بيصوب برضو من خارج ال 18. احد برضو الاهداف المميزه، يمكن في اخر الاهداف هنشوف برضو عرضياته وقدرته ان هو يعمل الجامب بتاعه بشكل كبير. بيعدي واحد على واحد بشكل جميل جدا. احد اهدافه. ابتدي يعمل الجامب بتاعه. هنشوف بعد كده اخر حاجه بقى طبعا بالنسبه برضو لاحرازه الاهداف. احرازه الاهداف من العرضيات وبيعمل الجامب بتاعه. هنا برضه يهمني في الاهداف هنلاقي دايما تركيزه مش دايما جوه البوكس بس. يعني هو لعيب بيطلع الحقيقه بره ال 18 عشان يزود مساحات ويدي مساحات. والحقيقه يمكن وسام ابو علي لعب مباراتين وديتين معانا يعني في الامارات اثناء المعسكر اللي فاتت، وان شاء الله باذن الله كل التوفيق ليه. يعني احنا منتظرين وان شاء الله باذن الله يكون اضافه للنادي الاهلي، لانه فعلا لعيب مميز جدا وان شاء الله نتمنى له التوفيق يعني.